نلخص الكلام، يعني السؤال الرئيسي يا سيد، كيف نحسب النهايات؟ مش هيك السؤال تاعنا؟ أها أول إشي بنعمل عوض تعويض مباشر. مباشر. طيب عوضنا تعويض مباشر، تمام عندي حالة، عندي حالتين، عندي إيش يا سيدي؟ مش حالتين، عندي 3 حالات. تمام الحالة الأولى لما بعد ما عوضت تعويض، إذا التعويض المباشر شو ماله؟ هو الطريقة الرئيسية لإيش؟ لا يا لا للحل. اها هو الطريقة الرئيسية لإيش؟ للحل. للحل. عوضت، قام طلع الجواب مثلا عدد اوكي مثل إيش مثلا؟ مثلا ممكن يطلع 5، مثلا سالب 3 نص، جذر 2، سالب 7/4 إلى آخره. إذا طلع تمام زي هيك خلص هذا هو الجواب، انتهت المسألة. خلصنا هيك؟ تمام ممتاز. الآن الحالة الثانية إنه يطلع 0/عدد. العدد طبعا ليس 0، يعني العدد لما كتبت كلمة عدد تحت يعني ليس 0، يعني مثلا 0/5، 0/7، صفر على نص، اللي هو شو الجواب في مثل هذه الحالة؟ 0. بس خلص خلصت المسألة. لحد الآن هذول الحالتين هن تعويض مباشر على فكرة. الآن الحالة الأخيرة اللي بنتحايل فيها تطلع صفر إنه صفر يطلع 0/0. هون لما يطلع 0/0 شو بنعمل؟ عندي 3 حالات. الحالة الأولى اللي هي تحليل زي ما أخذنا المرة الماضية تمام إلى العوامل. الحالة الثانية اسمها ضرب المرافق للجذر التربيعي. هاي درس اليوم اللي راح ناخذه اليوم. والحالة الأخيرة توحيد المقامات. وصلت كيف؟ مين تمام معانا؟ مرام ولا عمر؟ انا يا مرام، انا قاعد بلخص اللي اخذناه، اللي هو كيف نحسب النهايات. حكيت اول شيء انت لازم شو تعملي؟ تعويض مباشر. عوض تعويض مباشر، قام طلع الجواب عدد معين، 5 3 3 نص ربع، جذر 2، اللي هو خلاص بيكون هذا هو الجواب. الحالة الثانية انه يطلع 0/عدد، بقول له الجواب 0. الحالة الثالثة انه يطلع 0/0. اذا طلع 0/0 معناته بدي اتحايل على السؤال، يا اما بعمل تحليل العوامل زي اللي اخذناه المرة الماضية، يا اما ضرب المرافق للجذر التربيعي اللي هو درس اليوم، وتوحيد المقامات اللي هو درس اليوم. هذه دروسنا، نطبق على هذا الكلام. يلا بدي مين يساعدني؟ مين بده يساعدني في حل السؤال هذا؟ تمام يلا احكي لي شو اول خطوة لازم تعملها؟ نعوض تعويض مباشر يلا عوض اشوف. جذر الواحد بصير جذر الواحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد يساوي صفر صفر. ممتاز. هسه جينا 0/0، شو حكينا لما يطلع 0/0؟ يا من حلل العوامل أو ضرب تحليل. طب نقدر نحل هذا السؤال على تحليل العوامل. وفي عندنا اليوم راح ناخذ اللي هي ضرب المرافق في المرافق. يلا وتوحيد نحلل المقامات. هذه العوامل. مرام بتعرف تحلل هذه العوامل؟ ما بتتحمل. لا بتتحلل. أعلمكم طريقة تتحلل. خلي الجذر زي ما هو، خلي الجذر زي ما هو. شو رأيك س ناقص واحد نعملها لنا فرق بين مربعين، يعني نعمل قوسين زي هيك. هاي طريقة غريبة شوي، بس طريقة غريبة شوي. بقول السين بتيجي من جذر سين في جذر سين، جديد هاي عليكم. والواحد بيجي من واحد في واحد،
مرة زائد ومرة ناقص. نعم. شو رأيك الطريقة؟ أعيدها. عملت قوسين. يعني بدي أظهر لها أن فرق بين إيش؟ مربعين. بين مربعين. بقول السين هاي تيجي من جذر سين. هاي بجوز ما يخطرش في باله ويعملها، بس يعني خلينا نتعلمها طريقة. ماشي؟ جذر سين في جذر سين. والواحد بيجي من إيش؟ واحد في واحد. مرة ناقص ومرة زائد. بشكل فرق بين مربعين بنحلله؟ ممتاز. بتروح الجذر السين. طيب ايش نسوي بعديها استاذي؟ من عوض. ايوه هون شو صفه فوق في الباص؟ طيب بعد ما شطبنا شو ما صفه؟ ما راح. لا مش راح، فيش اسمه راح. صفه واحد. ما فيش اسمه راح. واحد على عوض هون واحد كمان. هاي صارت واحد. جذر واحد. جذر واحد يعني جذر واحد زائد واحد بيطلع اثنين. هاي الجواب نص. وصلت الصورة كيف؟ وصلت. طيب هاي طريقة هسيات، هاي يمكن ما تخطرش عبالك تسويها لأنه غريب إن إحنا نحل سين ناقص واحد، ما مرت معانا نحل سين ناقص واحد. فهمتيها مرام هاي كيف؟ هسا راح نتعلم شغلة جديدة اللي هي فكرة جديدة اسمها ضرب في المرافق، وهي غالبا بنستخدمها مع مين؟ مع الجذور التربيعية. مع الجذور يعني كيف بعرف إنه المسألة بدها ضرب مرافق؟ كيف بعرف؟ لما يكون في جذور، لما يكون فيها جذر تربيعي. انتم مش ماخذين الا الجذر التربيعي، وما راح نجيب كل الجذر التربيعي، مش راح نعمل شيء ثاني. ماشي؟ انتم ما راح يجيكم الا الجذور التربيعيه. ايش يعني ضرب المرافق؟ يلا خلينا نتفاهم عليها. هسه بدي اسالكم سؤال، نرجع للمساله الاصليه. لو ضربتها في واحد، المساله هون ضربتها في واحد، بتغير شيء في السؤال؟ لا لا لا، لانه 5 ضرب 1 5، 7 ضرب 1 7، مقدار ضرب 1 بضل نفس المقدار. يعني الضرب في واحد لن يغير شيء، صح ولا لا؟ صح. ممتاز، نقلب الصفحه. طب الواحد مش بقدر اكتبه 5 على 5؟ لا. كيف لا؟ 5 تقسيم 5 قديش؟ 1 1. طيب الواحد بقدر اكتبه 7 على 7؟ الواحد بقدر اكتبه سين على سين، شرط سين لا تساوي صفر طبعا. يعني بالعربي من حقي اكتب الواحد باي طريقه انا بدي اياها، شرط البسط والمقام يكونوا ايش؟ مش مع بعض. زي بعض. ممتاز. طيب طلعوا شو راح اسوي انا؟ راح اشيل الواحد من هون واكتب مكانه خط كسر زي هيك. هذا هو اسمه المرافق، هذا اللي بدي اسويه انا هو اسمه المرافق. بعمل قوس زي هيك ونفسه تحت نفس القوس. هون شو مكتوب؟ جذر سين ناقص واحد، صح؟ جذر سين زائد واحد، هذا اسمه المرافق. الفرق بين هذا وهذا؟ انه هون ناقص هون زائد. يا سلام. طب لو كانت هون زائد شو بحط؟ هون ناقص. بس هذا اسمه المرافق. يعني نعطيكم مثال ثاني. لو كتبت لكم جذر سين زائد 6، مين يقول لي شو المرافق تاعه؟ جذر السين ناقص 6. بس مين بنغير اشاره مين احنا؟ زائد بس. طيب يلا مرام، جذر سين زائد 1 ناقص 3، شو المرافق؟ جذر سين زائد 1 زائد 3. ايوه برافو عليك. شوفك طلع كيف استاذ، هون ما غيرت الزائد اللي بالنص اللي تحت الجذر، أنا بغير بس الإشارة اللي هون. وصلت؟ وصلت. يعني إحنا بس بنغير الإشارة اللي تحت. طيب هسا شو بدي أكتب تحت؟ كتبت فوق أنا جذر سين زائد واحد. طيب في المقام شو بدي أكتب؟ نفسه. أنا كأني ضربت في إيش هيك يا أستاذ؟ ضربت في إيش أنا؟ في بعض. ضربت في واحد. آه. مش هسا اتفقنا إنه نضرب في واحد بتغير شيء؟ ممتاز. الواحد انا بدي اكتبه على شكل جذر سين زائد واحد على جذر سين زائد واحد. السؤال ايش معنى جذر سين زائد واحد؟ لانها مرافق جذر سين زائد واحد.
هذا الاسم المرافق. هسه بس نعيد أمثلة بتلاقوها صارت سهلة. يلا الآن كيف بدنا نضرب يلا كيف بدنا نضرب المترافقين؟ طلع كيف بدنا نضرب المترافقين. تمسك المقدار الأول حد الأول هذا وبتربعه، يعني جذر سين شو بتعمل فيه؟ تربيع. تربيع. طب جذر سين تربيع شو بعطيك؟ سين. سين، لأنه التربيع مع الجذر شو بيسووا ببعض؟ بروحوا. بروحوا مع بعض، إذا هاي بتصير سين. إذا شو عملت أنا؟ كيف بضرب المترافقين؟ يعني السؤال الآن كيف نضرب المترافقين؟ اللي هو اللي هو مربع الأول ناقص مربع الثاني. دائما هيك. دائما هيك، مربع الأول ناقص مربع الثاني. يلا مرة ثانية، مربع جذر سين شو بيطلع معانا؟ سين. سين ناقص بشكل اللي بحكي القانون ناقص شو مربع الواحد؟ واحد. ايوه، لانه واحد تربيع يعني واحد في واحد. طلع هاي صارت بدل هاي وهاي، يعني البسط كله شو صفى؟ بدل الثنتين هذول. ايوه بدل الثنتين هذول، واللي تحت شو بدك تسوي فيه؟ ولا شيء، بدك تكتبه زي ما هو. ايوه، وبنختصرهم مع بعض. يا سلام عليك، اذا لاحظ ان الضرب في المرافق شو عمل؟ تحليل للعوامل. اي زي التحليل، قريب من التحليل للعوامل. اها. الآن بس نختصر، بصير هنا واحد وهنا واحد وبنعوض. شو بيطلع الجواب؟ واحد على جذر واحد زائد واحد، يعني واحد على اثنين. نفس الجواب اللي قبل سويناه. فهمتوها هاي؟ كمان مثال على السريع. هاي لما سين تقول لاثنين لجذر سين زائد اثنين ناقص اثنين على سين ناقص اثنين. يلا شو أول خطوة لازم نعملها؟ ضرب. خطأ. شو أول خطوة لازم نعملها؟ نطلع الجذر، يعني من ربع الجذر سين. خطأ. شو أول خطوة لازم نعملها؟ مرام. نعود. لا خطأ. شو أول خطوة لازم نعملها؟ مثل نربع. عوض مباشرة. ليه ما قلت لي هيك؟ طيب مدام يلا عوض. شو جذر اثنين زائد اثنين؟ يعني جذر الأربعة. جذر الأربعة ناقص اثنين على سين ناقص على اثنين ناقص اثنين. حبيبي بحط اثنين. بطلع اثنين ناقص اثنين على اثنين ناقص اثنين، يعني صفر على صفر. صفر على صفر. اذا شو اول خطوه بدنا نعملها دائما؟ تعويض مباشر. هسه قبل شوي رسمت لك خريطه، قلت لك اذا طلع بالتعويض المباشر صفر على صفر شو بنعمل؟ يا بنحلل العوامل يا بنضرب في المرافق. بالمرافق. طب هون شو اضرب المرافق ولا احلل العوامل؟ ضرب في المرافق. ليش؟ لأنه في جذر. بس يعطيك العافية، خلص لأنه في جذر انتهى. إذا بدنا نضرب في المرافق. يلا هسه بدي حدا يقول لي شو المرافق. ضرب جذر السين ناقص جذر السين زائد 2 زائد 2. أيوه برافو عليك. وتحت نفس الشيء تنزل. لا طيب بعدين البسط شو بصير مكانه؟ هذول المترافقين. من ربع جذر. طلع هون هذول اللي في البسط شو ما نحكي عنهم؟ مترافقين. مترافقين. اللي ما نضرب المترافقين شو بنعمل؟ كيف بنضربهم؟ يلا هسه حكيت لكم قاعدة شو هي؟ مربع الأول ناقص مربع الثاني. ناقص مربع الثاني. شو مربع جذر سين زائد اثنين؟
سين زائد سين تربيع زائد 4. لا 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 لا، خطأ. هيك صار، احنا قاعدين بنربع جذر سين زائد 2، مش سين زائد 2 كل تربيع. لما تربع شيء فيه جذر، شو الجذر مع التربيع بيسوي ببعض؟ بروحوا مع بعض شو بيضل؟ سين زائد 2. خلص، اذا بدل هاي مربع الاول سين زائد 2 ناقص اثنين شو مربع 2؟ أربعة. 4. نعيدها، لا لا مربع الأول ناقص مربع الثاني الثاني المقام. طب شو بدي أسوي فيه المقام؟ بنزل زي ما هو. دايما هو. يلا احكي. صح هيك؟ طب بعدين شو نعمل؟ وصلنا لها. هسه المفروض الشيء من البسط، حد من البسط او مقدار من البسط مع مقدار المقام يشطب. طيب وين ما شطبوش؟ فيش شيء زي فوق زي تحت عشان اشطب. من رد العوض. لا مباراتك صفر على صفر. طلع شو بسوي؟ ببسط المقدار اللي فوق. مش هاي زائد 2 ناقص 4؟ طب ناقص زائد 2 ناقص 4 قديش بيطلع جوابها؟ يلا ناقص اثنين. زائد 2 ناقص 4 قديش بيطلع الجواب؟ ناقص اثنين. 2. اذا هون ناقص 2. ها هسه بشطب، اها. هسه بنعوض. هسه اخر شيء بنعوض، واحد على اللي هو واحد ضرب، ما في داعي نكتب الواحد اللي هون، ما في داعي نكتبه، بصير جذر 2 زائد 2 زائد 2، يعني واحد على جذر 4 زائد 2، واحد على 2 زائد 2 يعني واحد على 4. وصلت؟ وصلت. صعبة؟ لا لا كمان واحد. نهاية سين تؤول للثلاث، لسين ناقص 3 على الجذر التربيعي لسين زائد 6 ناقص 3. شو أول خطوة لازم نعملها؟ تعويض مباشر. عوض. أشوف تعوض مباشر. 3 ناقص 3 صفر. البسط 0. صفر. البسط له 0. المقام ما تكمل، ما تقول لي الجواب صفر على صفر، اللي بتأكد إنه المقام كمان بعطي صفر. اوكي. جذر 3 زائد 6 9 ناقص 3 3 ناقص 3 0. طلعت صفر على صفر. اوكي. هلا يا بنحلل العوامل يا من ضرب يلا، المرافقين. طالما في جذر فبنعمل ضرب المرافقين. نعمل ضرب مرافق. يلا نقل لي شو المرافق؟ سين زائد 3. خطأ خطأ. لا لا. سين ناقص 3 على جذر السين زائد 6 زائد 3. ايوه احنا بنجيب جذر عفوا مرافق للجذر التربيعي فقط، وبنكتبه في البسط بنحطه في البسط. وبنكتبه في المقام. هالمره جبنا المرافق للمقام مش للبسط، البسط ولا طلعنا عليه. ليش؟ البسط ما في جذر، الجذر وين موجود؟ في المقام. ايوه اذا ببلش في المقام، ما شغل بالبسط. يلا كمل. هسا بدنا نضرب المترافقين، وين المترافقين؟ في البسط ولا في المقام؟ في المقام. ممتاز. إذا البسط شو نعمل فيه؟ بالنسبة زي ما هو. أحسنت، بننزله زي ما هو. برافو عليك. صح بسوي أنا؟ طب هسا كيف بدنا نضرب المترافقين هذول؟ يلا كيف بدنا نضربهم في بعض؟ يلا يا مرام وينك؟ يلا مربع الأول تربيع ناقص الثاني تربيع تدفع. نقليني، طب نقليني ايش يعني مربع الأول؟ الأول تربيع سين زائد 6 ناقص 9. فهمت أستاذ كيف أجت؟ كيف؟
يلا احكي لي اشرح لي اياها، ما فهمت عم. من وين جابت س زائد 6؟ من المقام. انه ربعت الجذر. فهمت كيف اجت؟ والتسعه كيف اجت؟ التسعه كيف اجت؟ ضربة ثلاثة. ايوه ربعت الثلاث، يعني ثلاث تربيع. طيب بعدين شو بدنا نعمل؟ بنبسطها. بنبسطها. موجب 6 ناقص 9 قديش بتطلع؟ ناقص 9 بيطلع سالب 3. بتروح سالب 3 مع سالب 3. هاي بصير 1 وهاي بصير 1. بعدين شو بنعمل؟ 1 ضرب جذر س زائد 6. مش س، بطلنا عن س هسه. 3 زائد 6 زائد 8. يلا قديش بيطلع الجواب؟ ثلاثة زائد ستة واحد على ضرب ثلاث. واحد على، ما في واحد على، هي واحد عفوا، واحد ضرب ثلاثة زائد ثلاث يعني قديش؟ تسعة. ستة. بس هذا الجواب. صعبين؟ لا تمام. مسألة هذا كله اسمه ضرب بالمرافق. يلا هاي الأولى. أوكي. بنعوض تعويض مباشر. عوض انت لحالك، قول لي شو الجواب بس تعوض تعويض مباشر. شو بيطلع معاك لما تعوض تعويض مباشر؟ البسط صفر. ايوه. والمقام برضه كمان صفر على صفر. طلع صفر على على صفر. شو بدنا نتحايل عليها هسه؟ من نضربها في المرافقين. نقلني يلا اسرع، بديك اسرع. جذر س زائد 20 ناقص زائد 5. ممتاز. على على جذر س زائد 20 زائد 5. ممتاز. البسط شو نعمل فيه؟ من نزله زي ما هو. برافو عليك، لأنه مش هم المترافقين، مش هذول المترافقين. احنا بنبسط المترافقين بس. يلا إذا هاي بس قاعد بكتب فيها كتابي مش أكثر من هيك. المقام شو بصير؟ بنربع الجذر، بتروح طبعا التربيع مع الجذر. ممتاز. شو أكتب يعني تحت؟ س زائد 20 ايوه ناقص 25. برافو عليك، اللي مربع الاول ناقص مربع الثاني. طب هاي زائد 20 ناقص 25 شو بتطلع؟ ناقص 5. ناقص 5، اذا هاي اشطبها حط ناقص 5. ماشي هيك تبسطت. هسه المفروض اشطب السين ناقص 5 مع ايش من البسط؟ طب وين؟ وما في سين ناقص 5 فوق. من بسطة اللي فوق. بسط اللي فوق. برافو عليك، يلا بسط اشوف. هسه المقام راح يضل س ناقص 5 اكيد، مش راح نغير فيه شيء. هذا الجزء ما بتبسطش، اللي فيه الجذر هذا مش راح يتبسط. راح نكتبه زي ما هو، معناته هذا اللي بده يتبسط، هذا الجزء اللي بده يتبسط. طب عليه بده يتبسط هذا. بنعوضه. لا. هون بنقدر ناخذ الثلاث عامل مشترك، رجعنا للتحليل للعوامل، يعني هاي المسألة صار فيها فكرتين، فيها تحليل للعوامل وفيها ضرب مرافق. ضرب المرافقين. ايوه، صارت س ناقص 5. اخذت ثلاث عامل مشترك، قسمت 3 تقسيم 3 بيطلع 1 س، 15 تقسيم 3 بيطلع فيها 5. هسه شطبت. تساوي. كيف؟ هسه بنعوض تعويض مباشر، 3 ضرب، افتح قوس، جذر. 5 زائد 20 زائد 5 زائد 5، تعويض بس تعويض خلاص آخر خطوة. 3 ضرب 5 زائد 5 مظبوط؟ ويساوي 3 ضرب 10 ويساوي 30. كيف بالله؟ سهلة.
تالي أكيد. سهل يلا سهل. بعديها، اللي بعديها أو تمام، خطوة حكينا بنعملها، شو هي؟ بنعوض تعويض مباشر. عوض يا سيدي. اوكي، البسط صفر صفر، طلع طيب، والمقام؟ صفر كمان، ممتاز. صفر إذا على صفر. معانا التعويض المباشر صفر على صفر، معناته بنتحايل عليها. يلا احكي. اوكي، جذر السين زائد 2 على سين ناقص 2 ضرب جذر السين زائد 2 زائد 2 على نفس الشيء. نفس الشيء، هذول كلهم بقواس. هسه مين ترى بالنسبة في البسط ولا في المقام؟ في البسط، يلا شو نعمل؟ بنربع الجذر وبروح التربيع مع الجذر، يعني تنزل سين زائد 2 2 ناقص 2 ناقص 4، وبتنزل المقام زي ما هو. ممتاز، كمل. هاي زائد 2 ناقص 4 قديش بتصير؟ ناقص 2 ممتاز، إذا هاي كلها بدها تنشطب وتصير ناقص 2. هي طبعا أنا ما بشطب زي هيك، لازم أعملها خطوة جديدة. ما بنفيها. بختصرها قلت فيها ناقص واحدة. 2 مع ناقص 2 يلا كمل. ومن هون بنعوض هون، خلص آخر خطوة التعويض المباشر. تساوي اثنين جذر واحد الاثنين زائد على اثنين، واحد على جذر الاثنين زائد اثنين، أيوة تطلع واحد على أربعة. خلص. جذر الأربعة 2، 2 زائد 2 4، إذا 1 على 4. صعبة هاي. سهلة. طيب كمان واحدة. النهاية لما سين تقول للثلاث، لسين تربيع ناقص 9 على جذر سين زائد 1 ناقص 2. اوكي، بنعوض تعويض مباشر. ممتاز. شو بعطيك التعويض المباشر؟ البسط صفر والمقام كمان صفر. صفر بطلع كمان. بدنا نعاملها عمدا، انا عاملها عمدا عشان تطلع صفر على صفر. طيب بعدين شو نعمل؟ نضرب المرافق الستين هاي زائد خلينا واحد نقول هيك. ايوه جذر السين زائد واحد زائد اثنين زائد 2 وتحت. نفس الاشي، تنزل من نفس الاشي، نفس الباص. ممتاز، كمل. بص هسه بنعمل فيه ولا شيء، بننزله زي ما هو. الباص بنزل زي ما هو، يلا ومنربع الجذر يلا ربع، اشوف نقل لي بتنزل السين زائد واحد ناقص. أربعة. ممتاز، كمل. هلا إيش بنبسط البص يلا ولا بسط اشوف. هاي فرق بين المربعين. سين، وبعديها بنحط كمان في مربع ثاني سين ناقص ثلاث سين زائد ثلاث، وهديك بنكتبها زي ما هي. لا اللي تحت، اللي تحت صح اللي تحت ناقص ثلاث سين سين ناقص ثلاث. ناقص 3. ايوه هسه شطبت. هسه شطبوك، بعدين شو بنسوي؟ نعوض عوض. واحد بين قوسين ضرب ثلاثة زائد ثلاث ستة، ضرب جذر 3 زائد 1 زائد 2. هاي 1 ضرب 6 ستة، ضرب 4 أربعة جذر الأربعة. 2. هاي راح يصير هيك 4. جذر الأربعة قديش بيطلع؟ 2. 2 زائد اثنين 4 اثنين زائد أربعة. واحد ضرب ستة 4. ستة، ستة ضرب أربعة 64. تسعة. صعبة هاي الفكرة؟ ثالث
الآن نجي على نوع ثاني. يلا عوض تعويض مباشر. أوكي. البسط صفر بيطلع. صفر لأنه نص ناقص نص صفر على كمان على صفر. كمان على صفر. طيب طلعت صفر على صفر. نحلل. بنحلل للعوامل أتوقع. يلا وين بتحلل البسط؟ كيف بتحلل العوامل؟ في سين تربيع وسين ناخذ عامل مشترك ولا ايش زيك؟ ما في. هون الواحد الواحد بقمع. المقام تقدر تاخذ اثنين عامل مشترك، ما اختلفتش انا وياك عليه. بس البسط بتحلل ايش؟ معناته ضرب مرافق. ضرب مرافق. شو رايك؟ هو يا بنحلل. بس ما في جدر. اذا غلط ضرب مرافق. يعني حلل مظابطه وضرب مرافق مظابطه. عاد شو تحليل للعوامل؟ ما حللنا قلنا لك البص بتحلل ايش المقام ماشي. توحيد مقامات عفوا. ايوه هاي الفكره الاخيره. شو اسمها؟ توحيد مقامات. مقامات. متى بستخدم توحيد المقامات؟ لما يكون زي هيك مثلا، لما يكون كسور زي هيك يعني نسبي. لما يكون عندي بسط مقام. بينما الفرق بين الاسئله واضح ترى. يلا الان كيف بدنا نحل ان نعمل توحيد مقامات؟ يلا طلع شو بسوي. اول شيء بكتب النهايه زي ما هي، بعمل خط كسر رئيسي كبير اللي هو هذا الخط. هذا الخط الرئيسي. المقام بقدر احلله، لو اخذ اثنين عامل مشترك بضل س ناقص 2 صح؟ س ناقص 2. هسا البسط اللي بدي اوحد المقامات. احنا بنيجي نعمل توحيد المقامات، طلع كيف بوحد المقامات؟ اذكركم فيها كيف كنا نسوي توحيد المقامات. مراجعه صغيره هيك يعني سهل. لو انا بدي اجمع نص زائد ثلث او ناقص، يعني مش شرط يعني زائد او ناقص بيفرقش. ما هو الجمع نضرب اثنين. طلع شو بنسوي؟ خليك معي. بنضرب المقام في المقام. المقام في المقام. دائما هيك، دائما كل توحيد المقامات في الرياضيات هيك. هاي الطريقة العامة يعني. يلا. شو عملت؟ صاروا ستة. ضرب مقام. هون بنضرب تبادل، بنضرب واحد في ثلاث وواحد في اثنين وبنجمعهم. بمشي هيك طلع كيف؟ واحد في ثلاث. ثلاث. واحد في ورح جاء ضارب واحد في ثلاث ثلاثة زائد واحد اثنين على ستة بطلع جواب خمسة على ستة. بدي أعيد نفس الحكي على مين؟ على هاي المسألة. هاي بدي أعمل خط كسر مشترك. شو بسوي في المقامين؟ بوحدهم بضربهم في بعض. بحدهم يعني اضربهم في بعض. اثنين ضرب سين اثنين سين. الآن نضرب تبادل، بنضرب واحد في اثنين. اثنين. خلاص عطول نكتبها بلاش نطولها. ناقص. ناقص واحد سين. واحد في سين يعني سين. أو سين. ممتاز. وصلت؟ وصلت. صعبة؟ لا لا سهلة. لا. طلع في الرياضيات لما يكون البسط عبارة عن كسر. المقام تاعه بنزل تحت. شايف هذا؟ بنزل تحت. دائما هيك؟ دائما هيك. دائما هيك. يلا نعمل نهايه اثنين دول اثنين، نعمل خط الكسر الرئيسي الكبير. المقام هذا زي ما هو اللي تحت اثنين س ناقص اثنين. مقام البسط بنكتبه تحت ناقص اثنين س. ضرب ضرب من نفس تحت ضرب. ضرب. والبسط شو بنكتب؟ اثنين ناقص سين. ناقص سين. هاي البسط اثنين ناقص سين مع سين زائد ناقص اثنين. لا ما بتختصر اثنين ناقص سين مع سين ناقص اثنين. لازم يكونوا زي بعض عشان يختصروا. هم راح يختصروا بس شو بيطلع الجواب؟ ناقص اثنين ناقص واحد. ايوه. يعني شوف سين ناقص 2 تقسيم سين ناقص 2 بيطلع 1. حلو؟ اما لما يكون عكس بعض بيكون ناقص. عكس بعض بيطلع سالب 1.
يعني لو كان عندي هون س ناقص 2 على 2 ناقص س، بدي اختصرهم شو بطلع الجواب؟ ناقص واحد. ناقص واحد. اذا اختلفوا في الجواب بطلع ناقص واحد. خلص خلصنا، مش شطبنا، معناته خلصت المساله. عوض، ناقص زائد واحد. واحد على 2 ضرب 2 ضرب 2. 2 الاولى عوضنا عوضنا. 2 الثانيه هيها، وبدل السين حطيت 2. قديش بطلع الجواب؟ 8 ناقص 1 على 8. شايف ما اصعبها؟ والله سهلة. سهله؟ سهلة. يلا اللي بعديها، ما دام سهله حل اللي هاي. اوكي. يلا. هلا انا طبعا بعلمك شغله هون، لما تشوف حدين دائما على اقواس. ما تخليهن فالتات، خلي كل مقدار بقوس. اوكي. يلا اوريك قبل نوحد مقامات، واضح انها بتوحيد مقامات. هلا بنحط نهاية سين أول الاثنين تساوي كبير، بنحط الخط الكبير وسين ناقص 2 تنزل زي ما هي. طلع حسايات، بدنا نتفق انا وياك على شغله. المقامات اللي بدنا نوحدهم ما راح نكتب خط كسر ونكتبهم في البسط، بدنا نكتبهم تحت على طول في المقام. شو رايك؟ بصير. ما هي هيك راح تصير، ما هي بالاخير راح تصير هيك. اذا ليش نعمل خطوه زياده؟ يلا اذا توحيد المقامات، نضرب المقام في المقام. اوكي. يعني راح نقول واحد واحد سين زائد واحد، بس لازم اقواسها، دير بالك. اها. هيك انا وحدت مقامات. بعدين شو بعمل؟ بضرب تبادلي، واحد في ثلاث. ثلاثة. شفت الترتيب ترى مهم. واحد في ثلاث ناقص بين قوسين سين زائد واحد. يعني اضرب هاي في هاي. وصلت؟ وصلت. شو نسوي هالسعيات؟ هلا بتروح سين زائد واحد مع سين زائد واحد. بدنا نفك الاقواس اللي في البسط. بصير ثلاثة ناقص سين ناقص واحد. المقام زي ما هو، خلص مش راح نسوي فيه شيء. المقام كتبته زي ما هو. سؤال، منين اجت هاي ناقص سين ناقص واحد؟ كيف اجت؟ فكناهم عن بعض. فكينا القوس، ضربنا سالب في سين بيطلع سالب سين، وسالب في واحد يعني سالب. اها. عشان هيك بقول لك دائما حط اقواس. اوكي. طيب الان بدنا نبسط هاي. بسط لي اياها، كيف تبسطها؟ المقام خلص زي ما هو، ولا ايش بدنا نسوي فيه؟ هسه البسط، بس بدنا نبسط هاي. بنعوض؟ لا، اول عندك ثلاث ناقص واحد، نقصها ثلاث ناقص واحد قديش؟ اثنين ناقص. هسه بنختصر. اوكي. ناقص واحد. ممتاز، هسه بنعوض. ناقص واحد على ثلاثة ضرب سين زائد واحد. بطلنا عن ناقص واحد على عوض، ما بنكتب سين. اوكي. اسف. لانه ثلاث في ثلاث تسعة. خلاص؟ تمام. صعب؟ يعني شوي كمان مسألة. هذا درس اليوم. كمان مسألة. عشان النمط هذاك. يلا. نهاية سين تؤول الأربعة لواحد على سين ناقص واحد على أربعة لاثنين سين ناقص ثمانية. أوكي. هسه بننزل نهاية سين تؤول للأربعة. نهاية سين تؤول للأربعة، خط كسر كبير. أيوة. ومننزل المقام زي ما هو. شو رأيك نأخذ اثنين عامل مشترك؟ اثنين سين ناقص اثنين أربعة. يلا بعدين شو نكتب؟ ضرب ضرب سين ضرب أربعة، يعني أربعة سين. أربعة سين. أيوة. البسط شو نكتب فيه؟ واحد في أربعة يعني أربعة. هيك أو شيء، واحد في أربعة. أربعة. أربعة ناقص واحد ناقص سين. ممتاز.
الآن هل هذا بحاجة لتبسيط؟ لا، لا مش حاجة لتبسيط. لو طيب بحاجة كان بسطته. نختصر الأربعة، سين والسين ناقص أربعة بتصير ناقص واحد على اثنين ضرب أربعة ضرب أربعة تساوي ناقص واحد على 32. ليه 4 في 4 16، 16 في 2 32 32 صعبة؟ لا كمان واحدة. أو خليها س تربيع ناقص 4 يا سيدي. اوكي هلا نهاية سين تقول للثنين بننزلها. انت عارف ليش احنا هون بنسوي توحيد مقامات ولا مش عارف؟ عشان في عارف، لانه هاي كسر وهاي كسر. يلا المقام شو بدنا نسوي؟ بننزله زي ما هو على فرق بين يحل. مربعين، ها بالضبط، فرق بين مربعين حللته. حللته. ها طب وهاي قلت لك انا علمتك شو اعمل اقواس. اها شو بدنا نضربهم نسوي في مع بعض، المقامين؟ شو بدنا نسوي في المقامين؟ 3 سين ضرب 5 يعني ضرب 5 ضرب س زائد 3. ب 3 س اسمها س زائد، يعني ضربت المقام الأول في المقام الثاني. اها بعدين 1 في 5 5 5 ناقص واحد تسعين زائد ثلاث. بين قوسين. أها هسا البسط بده تبسيط شوي، بدك تفك اقواسك يعني. أها يلا شو راح تصير؟ فك القوس. 5 ناقص س ناقص 3 منين اجت ناقص س ناقص 3؟ ضربنا السين في سين وضربنا الناقص في سالب واحد في س وسالب واحد في 3. اها على سين ناقص يلا سين. خلينا نشوف الخطوة اللي وراها. طيب شو الخطوة اللي بنعوض وراها؟ من بسط المقام. البسط. المقام تبلش ايش فيه؟ مبسط خالص المقام. نقول 5 ناقص 3 قديش؟ اثنين اثنين. اذا هاي اثنين، اذا هاي اشطبها، هاي اشطبها واكتب اثنين. اها هاي هاي شطبت. بتروح اها ناقص واحد على تعويض. يلا عوض. على أربعة ضرب خمسة ضرب ضرب ست خمسة 5، لانه اثنين ثلاث، اثنين زائد ثلاث بيطلع سالب واحد على نضرب هاي 25 في 400 مية بيطلع سالب واحد على 100. صعبات؟ ثلاث ايوه. بدك انت هذول شو تسوي انت ومرام تسووا فيهن هذول؟ نتدرب عليهم. ما حضرش عمر معانا، بدكم اياكم ايش تسووا؟ تعيدوا عليهم. هسا عياد مش قلت لكم هسا يصير اودي لكم على الجروب مسائل تحلوهن؟ اها هاي اول مسألة على الجروب يا ماجد ويا ست مرام وسيد عمر، اذا شايفنا عشان بعدين يسويها بدي تحلوا لي هذا السؤال. هيا بس اوكي وكلكم برمي لكم ايش؟ برمي لكم مسألة. وين صارت المسألة؟ على الجروب. هاي على الجروب تلاقيها موجودة. اوكي شو مطلوب منك؟ شو مطلوب منك؟ نحل هذول تحلها وتودي لي اياها عشان اشوفها، بدي الكل يحل. اها اوكي تمام يا جماعة الخير ولا مو تمام تمام؟ تمام يلا عيدوا عليهم وحلوا بعدين أسئلة الدرس. أنا كل يوم راح أرمي لكم كم من سؤال تتدربوا عليه. اها
100% هيك؟ مية بالمية. يلا يعطيكم العافية.